الله، اما الغدوه اللي عملتها لي يا اختي لذيذه بشكل يجنن، وطبعا لازم تكون لذيذه. يعني عجبك اكل يا جابر يا اخويا؟ طبعا عجبني ويعجب الناس كلها. هو في حد في اسكندريه كلها يقدر يطبخ اكل زي اكل اختي المعلمه بدريه؟ اسمعي انا عندي فكره يا بدريه يا اختي. قولي بقى ايه الفكره اللي عندك يا جاب؟ انك تحولي محل الفاكهه بتاعك وتعمليه مطعم. اعمله مطعم؟ طب ازاي؟ زي كل المطاعم. ايوه بس ده هيتكلف فلوس كتير. المطعم يتكلف فلوس كتير؟ طبعا، مش المطعم يلزمه كراسي وترابيزات واطباق وحلل وفوبس وبوتاجاز. ايه بقولي بيعي سختك. ابيع سختي؟ ايوه، وبالثمن اللي هتاخديه لما تبيعيها تعملي بيه مش مطعم واحد، ده تعملي 3 مطاعم، وانا اشتغل جرسون كمان. اشتغل جرسون وتسيب مهنتك؟ طب ده انت حددت شاطر. بس البقشيش اللي هاخده من الزباين هينعنشني ويخليني حاجه فوق قوي، ومراتي فوزيه تحطني فوق راسها مش ترميني تحت رجليها. يا مصيبتي، هي مراتك فوزيه رميت تحت رجليها؟ ايوه اختي، ومكلياني مفلس. مكلف ازاي وصاحب محل الحداده بيديك قرشين حلوين قوي كل شهر؟ بس الست فوزيه مراتي المسعوره على الفلوس دايما منفضاني. لا يا جاب حق، لا ما تظلمش مراتك. فوزيه دي وليا غلبانه وبتحبك، وعشان ما هي بتحبك بتنصحك. وانا يا اختي عيل علشان تنصحني؟ لا مش عيل، لكن جوزها اللي ايده سايبه. انا ايدي سايبه؟ ايوه يا جابر. ايه ده، حتى وانت صغير كان المصروف اللي بيديهولك ابويا الله يرحمه كنت بتصرفه في لحظه. نص مصروفك اللي كان 3 مليم؟ ايوه، الثلاثة مليم دول كنت بجدهم عسلية ولب واملى به جيوبي. اوه فكرتيني بايام زمان يا بدرية. حقا كانت ايام حلوة، وكانت بتحلو اكتر لما الهف منك مصروفي. اه منك انت يا مفجوع. انا مفجوع؟ ده انت كمان مفجوع. يبقى بقى احنا عيلة المفاجيع. نفسي في الضحك ده من زمان، وعلشان انت ضحكتيني لما حوصل طنطا هدعيلك عند سيدي السيد البدوي. في الله يا سيد، لو انت مسافر طنطا يا جابر. ايوه. طب ليه يا اخوي؟ صاحب المحل المعلم حمروش اللي بشتغل عنده هيديني 1000 جنيه اوصل له ملوخته للطنطا. والمعلم حمروش يبعت لاخته 1000 جنيه ليه؟ اصلها عيانه ومحتاجه تعمل عمليه. لا حول الله يا ربي، ربنا يشفي كل مريض. استاذنك بقى يا اختي علشان اروح المحل واخد الفلوس واسافر بكره الصبح. ويترك المدعو جابر اخته ويسافر في اليوم التالي. وفي هذا اليوم لا تذهب المعلمه بدريه الى محل الفاكهه وتظل مختفيه لمده يومين، ولكن سكان العقار الذي تسكن به يكونون رائحة كريهة تنبعث من الشقة التي لم تفتح بابها لمدة 3 أيام، فيشكون أن مكروها حدث لها فيبلغون الشرطة التي تأخذ الأمر من النيابة وتكسر باب الشقة، ويفاجأ الجميع أن المدعوة بدرية مقتولة وقد تعفنت الجثة. ولذا انتقلنا إلى مكان الحادث وايقنا ان جريمة قتل قد حدثت، لاننا لاحظنا وجود عدة طعنات بالجثة ولكننا لم نعثر على اداة الجريمة. هذا ولاحظنا ايضا ان محتويات الشقة مبعثرة مما يدل ان الجاني لص محترف، لذا امرنا برفع اي بصمات قد توجد بمكان الحادث، وامرنا ايضا بنقل الجثة الى المشرحة مع التنبيه باستعجال تقرير الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة، وأجرينا التحقيقات. شد حيلك يا جابر وحاول كده تبطل عياط. مش قادر أبطل عياط، دي أختي بدرية قتلت، أختي بدرية قتلت. طب أنت ما بتتهمش حد بقتلها؟ لا يا بيه، بدرية كانت تحنى هنا وكل الناس اللي في السوق بيحبوها. يبقى أكيد اللي قتلها لسه. أكيد يا بيه، حرامي حرامي تمع في صيغتها. هي الصيغة اللي انسرقت غالية؟ دي تمنها لما تتباع مش هيقل عن 30,000 جنيه. يبقى اكيد القاتل لص محترف وكان بيراقبها. وما صدق ما صدق اني سافرت طنطا وراح اقتلها بيه.
وانت عايش معاها في البيت؟ لا يا بيه، انا متجوز وعايش مع مراتي، لكن كنت بعدي عليها كل يوم. طيب يا جابر، تقدر انت تنصرف دلوقتي، واحنا هنعمل المستحيل عشان نوصل لمرتكب الجريمة. هو اخو المجني عليها ما اتهمش حد بقتها؟ لا ما اتهمش حد. يبقى اكيد مرتكب الجريمة لسه محترف. ودي مهمتك بقى حضرة الضابط، الوصول للص مرتكب الجريمة. انا هعمل المستحيل علشان اوصل له. اتفضلي. انا ابيع علوية سحتوس، بيعت خضار. وعايزة ايه علوية؟ عايزة رايح ضمير يا بيه، لاني ما بنامش طول الليل من يوم من قتلت الغلبان. افهم من كده انك جاية تبلغي عن جريمة قتل. ايوة يا بيه، جاية ابلغ عن اللي قتل صاحبتي وحبيبة قلبي. ومين صاحبتك اللي اتقتلت دي؟ دي الغلبانة بيعت فاكهة، بدرية سيد شعلان. بدرية سيد شعلان اللي انقتلت وجثتها تعفني جوه شقتها؟ ايوة حضرت الظابط. ومين اللي قتلها؟ حرامي؟ لا مش حرامي يا بيه، لكن حرامية سرقت السيف وسرقت كمان روح حبيبة قلبي. وتطلع مين دي؟ دي المفترية نفوسة المغربي. مين نفوسة المغربي دي؟ دي بيعت فاكهة ومحلها جنب محل المرحومة بدرية تمام. طب ايه اللي كان بينها وبين المجني عليها واللي دفعها لقتلها؟ وليا خرفانة يا بيه، قال ايه المرحومة بدرية حط عينها على جوزها. وده فعلا حقيقي؟ لا يا حضرة الضابط، هي صحيح المرحومة ما اتجوزتش وسنها بقى 50 سنة، لكن الجواز يا بيه اسمه ونصيب، وهي كان عندها ايمان. افهم من كده ان نفوسها كانت ظلمة المجني عليها. ايوه يا حضرة الضابط، وكانت مفترية والفنها طويل، فقامت عركة كبيرة قوي بينهم وحددتها بالقتل. وامتى ده حصل؟ قبل ما تنقتل الغلبانة بدرية باسبوع، وانا كنت عندها في المحل وكانت عزماني على فنجان قهوة، لقيت نفوسة جاية عليها وقالت لها وهي عينيها بتطق شرار. وبعد هالك بقى يا ولية، انت يا اللي اسمك بدرية، هو انت مش عاوزة تشيليني من دماغك؟ جرى ايه يا نفوسة؟ هي بدرية عملت لك حاجة؟ ايوه عملت. واسأليها هي عملت لي ايه النهاردة؟ انا عملت لك حاجة؟ ايوه، وانت بترشي المية قدام المحل، غرقتي سبيدة الفاكهة بتاعتي اللي حطاها قدام المحل. هو صحيح غرقتي الفاكهة بتاعتها بالمية بدرية؟ والله العظيم ما حصل، دي ولية مفترية. انا مفترية يا خطفت الرجالة؟ اخرسي، انا خطفت الرجالة يا ملعونة؟ انت بتشتميني يا حرباية؟ ما هو لازم تشتمك يا نفوسة لانك طولتي لسانك عليها. انا طولت لساني عليها عشان اللي بيحصل منها. وهي حصل منها ايه يا اختي؟ دي ست طيبة وكل الخلق هنا بيحبوه. بس انا لا ممكن احبها. طب ليه؟ اساليها ليه وهي تجاوب. هو انت في حاجة بينك وبينها يا بدرية؟ انا يا اختي من لحيتي ما فيش حاجة. استعبطي يا اختي استعبطي. انا بستعبط يا ولية؟ انت يا مجنونة، ما انا لازم اتجنن. يوه، طب انت ايه يا اختي اللي هيجننك؟ اسألي صاحبتك بدرية وهي هتقولك ايه اللي هيجنني. حول الله يا رب، وايه اللي هيجننها يا بدرية؟ انا شخصيا ما عرفتي، لكن الظاهر بقى والله اعلم هي اللي غاوية الناس. انت بتستعبطي وانت عارفة كل حاجة؟ انا ما عرفت ايتها حاجة. بقولك ايه يا نفوس، بلاش مشاغبة بقى، دي بدرية جارتك، والمثل بيقول الجار للجار. الجار لما يكون امين مش زي الخطافين. الله الله الله، ليه الغلط ده بقى؟ ده مش غلط يا علوي، صاحبتك حاطة عينها على جوزي ابو عيالي وعاوزة تخطفه مني. اخرسي يا قليلة الادب، انا اخطف جوزك؟ طب ليه؟ ده راجل هلفوس زي. ولو انك برضو بتستعبطي انا هقولك ليه عاوزة تخطفيه. ايوه قولي يا نفوس. عشان الدلعة دي بقى عمرها 50 سنة وما تقدم لهاش اي بني ادم حتى ولو سيال طلب ايدها. الجواز ده اسمه ونصيب يا اخي؟ اسمه ونصيب مع الستات الحلوين، لكن الحريم اللي زي القرود يا لهوي عمرها ما هتكون ست لاياتها راجل. انت تقصدي ايه يا نفوس؟ زي القرد اللي محطوط في القفص في جنينة الحيوانات. نهارك اسود. انا زي القرد؟ طب والله العظيم لهري. خدي بقى، خدي بيني، خدي يا حبيبتي. بجد يا بدرية تقولي يا حبيبتي؟ لا سيبيها تضرب، اضربي كمان يا وش القرد اللي هو بتطول لسانها عليا. طب والنبي لازم تجيبي مظبوط وانزل بيه على ده. ارجعي يا بدرية، ارجعي يا بدرية، داخل بصي ايدك يا اضربي. لا ما تخافيش يا علوية، انا مش هموت، هي اللي بكرة هتموت، ودين النبي لازم تموتي وعلى ايديا دول. وعشان نفوسة قالت كده انت بتتهميها بالقتل؟ ايوه يا حضرة الضابط، لان المرحومة ما كانش لها اعداء الا الملعونة نفوس. طب تقدري تروحي انت يا علوية، واحنا هنتخذ اللازم.
اتهامك للمدعوة نفوسة معقول جدا يا حضرة الضبط. الغيرة على جوزها عمت قلبها وحولتها القاتلة. وتقتل مين؟ جارتها؟ اختارة. زمن غريب والاخلاق فيه اتغيرت. انا على العموم حصدر الامر فورا بالقبض على المدعوة نفوسة. بلاش عياط يا نفوسة وبطلي تمثيل. تقتل الولية الغلبانة اللي ما تقدرش تقتل فرخة. والله العظيم يا بيه انا مظلوم. انا من يوم العركة اللي حصلت بيني وبين المرحومة بدرية ما جتش يمتها خالص. ازاي بقى وانت كان تهديدك واضح بعد ما ضربتك العلقة؟ صحيح انا هددتها لكن ما نفذتش التهديد. وايه بقى اللي يثبت انك ما نفذتيش تهديدك؟ ضميري لما صحي. تقصدي ايه بضميرك لما صحي بقى؟ انا ضميري صحي يا بيه لما عرفت ان تاني يوم العركة جالها راجل صاحب محل بقالة ومراته ماتت وعرض عليها الجواز لكن هي رفضت. المجني عليها رفضت وانت كنت بتتهميها انها حط عينها على جوزك عشان سنها بقى 50 سنة ومحدش تقدم لها. ايوه يا بيه انا ظلمتها لان الشخص اللي تقدم لها صاحب محل بقالة قبه وهي ترفضه ليه مدام صاحب محل قبها زي ما بتقولي؟ رفضت وقالت له انا عندي 50 سنة ولا يمكن افكر في الجواز بعد السن ده. يبقى انا بقى اقتلها ليه مادام هي رافضه الجواز؟ افهم من كده انك مصممه على الانكار؟ انكر ايه بس يا بيه؟ هو انا كنت عملت حاجه من الله عشان انكرها؟ انا بريئه بالتهمات والله العظيم بريئه. على عموم الحقيقه حتبان لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي ونشوف بصماتك مطابقة ولا مش مطابقة للبصمات اللي اترفعت من شقة المجن عليها. هو سيادتك قررت الافراج عن المتهمة؟ ايوه كان لازم افرج عنها يا حضرة الضبط. هي صممت على الانكار؟ ايوه الاهم من كده ان بصماتها طلعت مغايرة للبصمات اللي رفعها المعمل الجنائي من شقة المجن عليها. وانا تقريبا قدرت اوصل لمرتكب الجريمة. تقريبا؟ تقريبا ازاي بقى؟ انا كل ما عدي من قدام محل النجارة اللي صاحبه يمتلك محل المجني عليها بلاحظ ان صبي وفتوح بيرتبك. الصبي بيرتبك؟ ايوه لان اتضح لي ان بعض افراد عائلته من اللصوص القاتلين. يبقى اكيد واحد منهم هو اللي ارتكب الجريمة. ده فعلا. يبقى ابعد على الصبي ده واضغط عليه عشان يرشدنا للص مرتكب الجريمة اللي من عيلته. وهو ده اللي هيحصل يا فندم. هو في حد عمل محضر ضدي؟ لا مفيش حد عمل محضر ضدك يا فتوح. طب ليه حضرتك قبضت عليا؟ علشان انت عارف الحرام اللي من عيلتك اللي سرق وقتل الست اللي اسمها بدرية صاحبة محل الفاكهة. انا عارف الحرام يا حضرة الضابط؟ طبعا لان كل ما عدي من قدام دكان معلمك علوان النجار الاقيك بترتبك. ها؟ لا يا حضرة الضابط انا برتبك عشان ما هو عشان ايه ما تتكلم؟ عشان انا بشك في المعلم. ايوه معلمي المعلم علوان. المعلم علوان هو اللي عمل العملة السودة دي. طب ايه اللي خلاك تشك فيه؟ المعلم علوان هو صاحب محل المرحومة بدرية. ما انا عارف كمل كلامك. المعلم علوان جال واحد اسمه تهامي. ايوه اسمه تهامي كان بيشتغل برا ورجع ومعاه قرشين كويسين. وبعدين تهامي ده جه وطلب من المعلم علوان انه يبيع له المحل اللي مأجراه المرحومة بدرية وحيدفع له 50,000 جنيه. ما تكمل ايه اللي حصل؟ تاني يوم كان المعلم علوان في المحل بتاعه بص لقى المعلمة بدرية معدية فراح منادي عليها. ده معلمة بدرية؟ ده معلمة البدرية؟ بتمدح عليا يا معلم علوان؟ ايوه يا ست الكل عشان عايزك بكلمتين. وانا تحت امر. اصل انا عاوز ايجار المحل قبل الشهر ما يخلص وهدي عوايدك. اتفضل يا سيدي الاجره اهي. لا 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 حطي الاجره في شنطتك يا معلمه انا عاوزك في حاجه ثانيه. وانا تحت امر. تشربي ايه الاول؟ قهوه ولا شاي ولا حاجه ساقعه؟ انا مش عايزه اشرب حاجه اصل انا مستعجله وعايزه اروح المحل. اصل في الزباين كانوا طالبين مني شويه برتقال عشان محلهم بتاع العصير. قول لي بقى انت عايز تقول ايه؟ عاوز اقول لك هيكون في ايدي بالظبط فيه 20,000 جنيه. ها؟ 20,000 جنيه؟ يا صلاه النبي احسن. وفين الظرف ده الحقني بيه؟ الظرف موجود بس لما انت توافقي على طلبي. وايه طلبك يا معلم علوان؟ انك تخلي المحل. اخلي المحل؟ يا مصيبتي
ايوه تخريب، وتبيعي تكتب وتحطي مبلغين على بعض في ايادها بنك، وحتى على كل شهر مبلغ اخر حلاوه. عاوزنا بطل بيع الفاكهه؟ ايوه، وتستتبي في بيتك وتحطي رجل على رجل. لا يا معلم علوان، انا لا يمكن يا اخويا اسيب المحل. طب دي مهنتي هي البيع، وده اللي مخليني عايشه وزي الفل. ما انت هتعيشي بالمبلغ ده برضه زي الفل، بس هبطل شغل واتحرك في البيت. طب وماله لما تبطلي الشغل؟ اعزمك زي اللي بيطلع للمعاش. بس انا عمري بقى ما هطلع على المعاش الا لما اموت، وعن اذنك بقى يا معلم. روح الستين داهيه، وان شاء الله هتموت قريب قوي. وعشان علوان قال كده يا فتوح، انت بتتهمه بالقتل؟ لا يا حضره الضابط، انا مش متاكد، انا بسوق كده. تقدر تنصرف انت فتوح، واحنا هنتصرف. ساعدت البيت، مش معقول انا اقتل. وطي صوتك يا متهم. انا اسف يا بيه، لكن غصب عني، انا اتقبض عليا وبس التخشيبه، وبعدين اتعرض على النيابه، والنيابه تتهمني بالقتل. ايوه علوان، انت مرتكب جريمه قتل. انا يا بيه؟ ايوه، وانت قلتها بعظمه لسانك. انا قلت ايه يا بيه؟ قلت المجن عليها روحي في 60 داهيه، وان شاء الله هتموتي قريب قوي. يا سعاده البيه، انا مش هتقدر تنكر، لان صبيك فتوح سمعك وانت بتقول كده. يخرب بيتك يا فتوح. اخرس واحفظ لسانك. اعذرني يا سعاده البيه، اصل انا مظلوم، والله العظيم مظلوم. على العموم الحقيقه حتبان لما يوصل لنا تقرير المعمل الجنائي، ونشوف بصماتك مطابقه ولا مش مطابقه لبصمات مرتكب الجريمه. خلاص يا سعاده البيه، نستنى اللي حضرتك بتقول عليه ده. القضيه غامضه حضرتك بالظبط. فعلا، لان بصمات المتهم علوان طلعت مغايره لبصمات مرتكب الجريمه، وده اللي خلاني افرج عنه. يبقى التركيز دلوقتي على اللصوص، وكمان ركز لي على قرايب المجن عليها. هو حضرتك بتشك ان يكون واحد من قرايب المجن عليها؟ ايوه جايز، لان في حاجتين مهمين جدا. وايه الحاجتين دول؟ اولا باب الشقه مش مكسور، وده يدل على ان المجن عليها هي اللي فتحت الباب. والاهم من كده السبب التاني. وايه السبب التاني؟ فنجانين القهوه اللي كانوا على الترابيزه في الصاله. فعلا، وده يدل على ان كان في ضيافه المجن عليها شخص معين بتعرفه، بدليل انها عملت له قهوه. دول سببين مهمين جدا، وهتخليني ابعد تحرياتي عن الوصول واركز على قرايب المجن عليها. ودي مهمتك بقى حضر الضبط. التحريات خلتني اشك في شخص قريب جدا من المجن عليها. ويطلع مين الشخص ده؟ جابر سيد شعلان. جابر سيد شعلان ده اخو المجن عليها؟ ايوه. وايه اللي خلاك تشك فيه؟ شفته بالصدفه قاعد يلعب طاوله في القهوه، وميت على روحه من الضحك. ميت على روحه من الضحك، ولسه اخته مقتوله ما بقالهاش اسبوع. وعشان كده ركزت تحرياتي عليه، فاتضح لي امور كتير جدا تثبت الجريمه بحقه. وايه بقى الامور دي؟ اتضح لي انه غاوي يلعب قمار. غاوي يلعب قمار؟ ودي صفه وراثها عن ابوه. هو ابوه كمان كان مدمن قمار؟ قمار وخمر. يبقى المدعو جابر مدمن خمر. اتضح انه مدمن حاجه اخطر من الخمر. ايه الحاجه دي يا حضرتك؟ شم الكوكايين. يا ساتر يا رب، يبقى انا حضر الامر فورا بالقبض على المدعو جابر، ونضاهي بصماته ببصمات مرتكب الجريمه. بتعيط دلوقتي يا جابر؟ انا بعيط على حظي الاسود اللي خلاني اتربيت مع اب عمره ما فهم الخمره. بس كان ممكن تخرج من الجو العائلي الملوث ده لو كنت استعنت بالله وظبط على الصلاه. البنج الملعون والكوكايين المنيل طيروا مخي، فكان كل تفكير ازاي اجيب فلوس علشان اعدل دماغي. فقتلت اختك اللي من لحمك ومن دمك، واللي كانت دايما بتعطف عليك وتديك فلوس. مش عارف انا عملت كده ليه، الشيطان طير عقلي. شيطان ايه؟ ده انت اخطر من الشيطان. ما هي دي مصيبتي. مصيبتك دي هتخليك تتعلق في حبل المشنقه. لا يا سعاده البيت، اعمل معروف، بلاش تجيب سيره حبل المشنقه، انا مش عارف اموت. بعد الاطلاع الاوراق، وبعد سماعي شهاده الشهود، وسماعي مرافعه النيابه والدفاع، وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات، وبعد الرجوع الى راي فضيله المفتي، حكمت المحكمه حضوريا على المتهم جابر سيد شعلان بالاعدام شنقا. رفعت الجلسه.